مساء الخير، ازيك يا يوسف؟ الحمد لله، منور الدنيا. بص لي بس عايزين نقول للناس احنا فين وعندنا شحن او لا. في شحن وفي كل حاجه، والعنوان 10 ضرب الدهان حرد اليوم. 10 ضرب الدهان حرد اليوم يا جماعه، وهسيب لكم الارقام على الشاشه بالظبط كده، وكل التفاصيل. ويجي عند ماما الشابولي ويوصل فين من ميدان السقلبة، هيوصفولك. يوصل فين من ميدان السقلبة؟ هو سهل، احنا بندخل من حاره اليهود بره وبنكسر حته شمال كده عادي، ده من طريق الجنيسه. بس انا بقول لك الطريق السهل اللي هو من عند شارع بورسعيد عند ماما الشابولي. بس تمام، جمله المشاهد قلنا عندنا شحن، وبالنسبه للقطاعي او للجمله في شحن في كل حاجه. حلو قوي. طب هنبدا الفيديو، يلا نقول بسم الله يا جماعه ونبدا الفيديو مع نانسي بقى، مش كده؟ طيب هنبدا من فين يا نانسي؟ منوراني يا حبيبتي. نورك يا حبيبتي، قولي لي بقى. كله تمام؟ كل سنه وانتي طيبه. طيبه حبيبتي. قولي لي هنبدا من فين؟ ممكن نبدا من اي حته، يعني اي حته مفيش مشكله. ممكن نبدا مثلا بالانسيالات. فين مثلا الانسيالات دي؟ ايوه دي كل انسيالات. دي انسيالات ولا سلاسل؟ دي سلاسل ومعاها انسيالات جنبها، هوريك دلوقتي. تمام. دي الانسيالات السلاسل الكوين. تمام. دي دورين، يعني اتنين فيها كوين اتنين. دي ب 85 جنيه. 85 هي الكوين دي. تمام. الكوين فيها اتنين كوين. تمام. مش هي دي؟ بالظبط كده. طيب واللي جنبها دي فيروزه، فيها فيروزه حمراء وفيروزه سودا، وفيها فيروزه زرقاء نبيتي كده، وازرق واسود. دي برضو بنفس السلسله. دي سلسله بس. دي ب 85 برضو. 85. الاشكال دي سلاسل طويله ولا قصيره؟ لا سلاسل طويله، بتنزل كده مقاس 60 لو حد. تمام. عارف نفسي مقاس 60 دي تبقى مش تحت الصدر، دي على الصدر بالظبط. تمام ما شاء الله. تمام دي حلوه. في برضو عندنا السلاسل القبال دي. بصوا دي ب 35 جنيه. دي السلاسل السيلفر والجولد 35 بالظبط كده. تمام. بصوا يا جماعه في منها كل الاشكال، هلال بقى، حلوة، حصان، موسيقى، نجمه، تاج، بصي براحتك خالص كل حاجه. وكمان عندنا السلسله التغير دور دي، البرق. هي دي؟ لا دي برق. ايوه البرق، فيها برق وفيها كذا حاجه. تمام. دي عامله 55. دي معانا 55، 3 دور ب 55 بالظبط كده. تمام. وعندي السلاسل الفاضيه دي عندي سلاسل فاضيه. دي المبرومه؟ دي المبرومه. بصوا يا جماعه فاضيه مبرومه، دي عامله زي الذهب قوي. دي للناس اللي بتحب تحط دلايات فيها فاضيه، مش عارفه ايه. احنا اصلا عندنا هنا دلايات. عندنا دلايات كتيره جدا. تمام. دي ب 50 جنيه، ودي مقاسها 80. طويلة. دي طويلة. حلوة. بتحب الحاجة تبقى باينة من تحت طرحها عشان ما تبقاش مضايقاها. المحجبات. بالظبط كده. تمام. دي ايه؟ هي دي كلها زيها متقفل؟ كل دي كلها سلاسل فاضية. دي كده انسيالات بس. بالظبط كده، دي الانسيالات بقى. دي انسيالات لوحدها. بصي هو في استراس هنا كده سيلفر، وفي الكوين زي كده هتلاقوا اشكال. ايوه انا بحب تفتحي وتوريني كده. دي تحفه قوي. دي عامله 50 جنيه بدل 60 جنيه. 50 بدل 60. مظبوط. تمام. ودي الانسيالات اللي انا قلت عليها للسلاسل الكويل اللي فوق، دي ب 65 جنيه. 65 دي بتمشيها نص طقم الانسيال مع السلسله. تمام. وعندنا ده اللي الانسيال الفرفشه، اسمه الفرفشه العين. ده عامل ب 45. 45 حلو قوي ده. تمام. وعندي برده منه الشكل ده. ده برده ب 45 جنيه. تمام ما شاء الله. اشكالها حلوه. عندي اشكال العيون دي، دي سلاسل عيون. وريني. بصي ده جميله قوي دي. دي سلسله اول مره اشوفها. دي سلسله رقبه كده البنات اللي بتحبها تبقى قاعده بيها في البيت او حاجه. او مش محجبات. ومنها العين كمان. دي منها اشكال عين كتير. بصي برده بصي عامله ازاي، شكلها منها جولد كلها كده. الجولد منها اللي هو الابيض بس اللي كانت مطلعاها الاول، دي لذيذه قوي. دي ب 45 جنيه باشكالها كلها. والسلاسل الجولد دي اشكال مختلفه. دي اشكال فراشه كده وفي ورود. تمام. الحاجات دي بكام؟ دي برضو ب 45. ب 45 سلسله رفيعه خطيره دي. في بقى رقيقه قوي. بصوا في سلسله، يعني احنا عاملين النص طقم وعاملين برضو كل قطعه لوحدها، الانسيال والسلسله. صح كده؟ بالظبط كده. سلسله بكام؟ السلسله قلنا 85. 85 تمام. بالظبط. في الشمس دي؟ في الشمس دي. دي اخر واحده ولا في تاني؟ لا دي اخر واحده دلوقتي لان كان عليها ضغط كبير قوي. تمام. وان شاء الله هنجيب تاني منها. السلسله بتاعتها؟ تمام. دي ب 60 جنيه. ب 60. دي بقى اللي هي 3 دور من الكوين. دي 3 دور. حلوه دي بس ما شاء الله السلسله بتاعتها تقيله. دي عامله 90 جنيه. 90. وفي البرق مع الكوين وفي نفس الفرزاتشي. بصوا. دي حلوه قوي. بصي شكلها عامل ازاي؟ ما شاء الله. تمام. دي عامله برده 85 جنيه. 85. في برده السلسله الله دي. بصوا قفل كده ومكتوب فيه الله. حلو قوي. دي برده ب 85 جنيه. الحاجات دي عاملين عليها عروض. دي ب 30 جنيه. دي ب 30 الوان بقى عند. بصي ما شاء الله حلو قوي جميله دي. بس انا ما شاء الله. ايه تاني؟ طيب عندنا كمان السلاسل الهاديه دي برده عندنا منها سيلفر.
السلاسل الرقيقه الهاديه دي. انت شكل ايه ده؟ اتنين طائر، اتنين طائر مع بعض دي. اتنين طائر. ودي كده فراشات، دي اشكالها حلوه. بصي وفي دي بنوته ماسكه ورده خصوص قوي. بصي في بتضوي بتلمع حلو قوي. حلو ما شاء الله. ده ايه ده؟ ده في سيلفر والجول. ده في منها سيلفر وكل. بصي خصوص في ازرق وفي اورنج، الوانها جميله. وفي كده دي اشكالها حلوه قوي جميله، عجبتني كتير قوي ورقيقه قوي. الناس بتحب الحاجات الرقيقه الهاديه. تمام. دي عامله 60 جنيه باشكالها. دي كده 60 باشكالها. وفي دي منها مكتوب عليها الله. جميله. رسول الله واحد، تحسوها ذهب في نفسها دي. دي شكل قوي ورقيقه قوي. بكم دي؟ ب 60. جميله جدا. تمام. وعندي السلاسل الجنزير دي، الجرامات العريض. سامي ازاي؟ قصيرة على قد الرقبة. حلوة دي ما شاء الله. دي كده بكام؟ دي عاملة 65 جنيه بس بدل 75 جنيه. 65 بدل 75. دي بقى هنا تشكيلة سلاسل، يعني أنا شايفة في سلاسل فضية رقبة. جرومات، وفي المبروم، وفي السلسلة العادية اللي هي بصوا كده دي. في تشكيلة حلوة قوي. دي بكام؟ دي ب 35 جنيه بس. أنا عايز أشوف بقى دلايات، لأن الحاجات دي حلوة قوي. احنا شفنا منها مقاس ال 60 فوق، وشفنا ده القصير. ده دي مقاس ال 40. بكام قلنا؟ دي ب 35 جنيه. 35. طب بصوا بقى، دي اللي هي نازل منها حاجات كده، وليها برده هنا عين. عيون. تمام. دي 45 جنيه باشكالها برده. تمام. حلو كده. كان 45 جنيه. تمام. من قلبه الحاجات دي ب 45 جنيه. في بقى المبروم الطويل. ده المقاس ال 80 برده. طويله برده زي المحجبات. دي ب 60 جنيه. ب 60. تمام. تمام. عندي برده السلاسل اللي هي بيسموها خرز زرع، مكتوب عليها حرف الاي كده. وفي ناس لو مش بتحب كلها حرف عليها الـ حرف الاي. لو في ناس مش بتحب حرف الاي مفيش مشكله، ممكن يلبسوها ناحيه ثانيه. تلبسيها ناحيه ثانيه عادي. تمام. في ناس بتتصرف. تمام. الجيش بيقول اتصرف. عادي. ده هي في منها جولد سيلفر ولا هي كلها جولد؟ لا هي كلها جولد. كلها جولد. حلوه سلسلتها خفيفه كده. تمام. ايه ثاني؟ في دي السلسله الفرفشه. دي ازرق، في منها اشكال كتير. تمام. دي ب 35 جنيه. ده 35. ب 35 جنيه. ان شاء الله. تمام. وعندي السلسله اللي هي الكوين اللي فيها الماز وحاجات زي كده. بتضوي. ايوه الحاجه لما الكيس يتشال لمعتها تظهر. بصوا طبعا عامله ازاي؟ خطيره. دي ب 75 جنيه. تمام. دي برده سلسله فاضيه. دي سلسله فاضيه. نفس الشكل. اعرض من الثانيه. اعرض شويه. بصوا عامله ازاي؟ حلوه. ما شاء الله. طيب. 35 جنيه برده نفس اسعار الثانيه. 35 ما شاء الله. دي دبل بقى. في دبل عريضه وفي دبل اقل شويه. وفي زي كده. في اشكال كتير للدبل، عريض ورفيع. هي شكل واحد بس احجام مختلفه. احجام مختلفه. تمام. الدبل معانا بكام؟ دي ب 20 جنيه. ب 20. ب 20. بصوا حلو قوي. طيب ايه تاني؟ في انسيالات برضو، السيلفر دي والجولد دي. الجولد في منه سيلفر نازل منه لعب كده، وده حلو قوي نازل منه لعب صغننه. حاجات دي بكام؟ دي كلها كده حاجات ب 25 جنيه. ايه ده كل الصف؟ كل الصف. طب نمشي عليه بقى واحده واحده. بصوا في ده ساده، اللي عايزين حاجه ساده برده. الناس بتحب الحاجات الرقيقه، والناس بتحب الحاجات اللي هي فيها شغل كتير. ده ساده برده حلو قوي. بصوا وفي سيلفر ساده، وفي سيلفر نازل منه دلايات. وفي ده اسمه ايه؟ ده اهو ده بنسميه الخلخال السهمي. السهم. هو تحس ان هو سهم كده رايح على قدام. في منه العين وفي منه خرزه زرقاء اهو. بصوا هتلاقوا اشكال حلوه قوي. وفي الكف ده برده في تشكيله حلوه. كل ده كده اي واحد فيهم ب 20 سيلفر او جولد. ده 25 قصدي. ما شاء الله. تمام. ايه تاني؟ عندي الخلاخيل دي. الخلاخيل دي ب 35 جنيه. الصيف بقى وجماله. شوفي الصيف والخلاخيل بتاعته باشكاله القمر. وانتوا عندكم بصراحه تشكيله حلوه قوي. هي احلى حاجه يا جماعه ان هنا تجار جمله وقطاع، يعني انت تشكيل الجمله بتقدري تاخدي منه قطاعي. بالظبط كده. متخيله بقى؟ جميل قوي ده برده. بالوان وبالشغل اللي فيه ده حلو قوي. امشي وشخليلي. امشي وشخليلي. امشي وشخليلي. دي كده عامله زي البرق برده. بس ده خطير ده برده. حلو جدا. وفي الكوين برده اللي هي وريتونا الاول. بصوا جميل قوي. بكام الخلاخيل؟ الخلاخيل ب 30 بدل 35 جنيه. 30 بدل 35. دول ايه؟ خلاخيل برده؟ دي مشيها خلاخيل وانسيالات، بس هي بالاكتر خلاخيل. مش انسيالات. بصوا اشكالهم برده شيك قوي. تحفه اصلا. بكام؟ دول ب 40 جنيه. ب 40. تمام. بصوا فيه من غير حاجه خالص اهو. تحفه. بسم الله ما شاء الله. وكمان عندي تشكيله خواتم كتيره قوي. تمام. تحفه قوي بمقاساتها كلها. دي عامله 45 بدل 55 جنيه. لا اي حاجه في اللي احنا ماشيين عليها دي. بالظبط كده. كل الخواتم دي عندي اشكال كتيره قوي قوي كمان.
الحاجات دي احنا علينا عليها عرض بدل 50 45 جنيه بدل 50 45. بصوا بقى الاشكال، عايزه اقول لكم الاشكال كتير جدا، الاشكال حلوه قوي وفيها مقاسات كل المقاسات. بصي على الطبيعه معاها من 7 لحد 10 المقاسات كلها فيها مظبوطه جدا. الناس اللي بيحبوا الخواتم الكبيره ده كله خواتم كبيره. بصي ده برده ولونها حلو قوي، ده لطيف قوي. تمام، معانا ايه تاني؟ دي معانا بقى بقيه الخواتم. ده عندي ده ستانلس مثلا، ده ب 50 جنيه بدل 55 جنيه. استانلس خاص، ده بيعملوه دبله وكانه برده في نفس الوقت يعني خاتم، بيبقى شكله حلو كبير قوي عليا. صغير جدا عليا، ما مفيش مشكله اهو. بص ده، بصوا ما شاء الله، لا خطير شكله حلو قوي على ايديكي ما شاء الله. يلا شوفي مقاسك. في حاجات زي برده، في حاجات جولد زي كده خالص كبيره. تمام، ده كده ب 35 جنيه، ده كده 55. 55. تمام 55. عايز الصوره اتلخبطت. لا ما انا سامعاها. طب كويس. طيب بصوا بقى، لا الحاجات الرقيقه بقى والصغيره اعرف اجيبه عادي عشان باقي اشكال مختلفه، فعايزين يشوفوه شويه. بصوا يا جماعه الاشكال، ايوه ده عاجبني قوي، ده خطير القلب ده. بصي ده حلو، والقلب وجنبه نبض ده، ايوه ده اهو راح فين. ايوه ده خطير. وفي برده الاشكال دي، بصي ده برده شيك قوي. البسي في ايدك، هات انا همسك وانت اختاري والبسي عشان دي اشكاله حلوه. والبسي البيضاوي اللي هناك ده كده دلعينا شويه يعني. استنى سوري يا جماعه، ما تجيش على نفسك، خدي مقاسك اهي. بصوا عامل زي الذهب في الايد ما شاء الله، تحس ان هو ذهب اصلا، لمعته يعني حلوه وشكله شيك قوي. ايوه بصوا ده برده عاجبني خطير. هات البيضاوي بتاعه ده اهو على الشمال اهو، ده ايوه تحفه. الاشكال كلها حلوه قوي يا جماعه، انا بحس ان انا اللي بختار والله. والله هي الاشكال حلوه جدا. شيك قوي. وايدي بقى كمان النبض بتاع القلب ده، شفتي هو عاجبني اصلا. احنا عنينا يا لهوي، تسلمي. بصي الحاجات دي رقيقه قوي وشكلها رقيق، وتمشي عقل وتمشي حاجات كتير قوي ما شاء الله. وانت ما شاء الله الحاجه بتليق في ايدك. بس ما شاء الله ربنا يحميكي. بصي يا جماعه بجد الاشكال حلوه قوي، اشكال خواتم عند ميدو كتير. ده لمعته عجبتني على فكره، كل ده متغطي فممكن اللمعه كمان مش ظاهره عشان التصوير، لكن ده الكفر بتاعه متشال فلمعته عجبتني قوي وسامبل في شكله كده. في حاجه برده الناس اللي بتحب الحاجات، قلنا بكام معلش؟ ب 35 جنيه. 35 الحاجات دي الكبيره دي، الناس اللي بتحب الحاجات الضخمه. بصوا شكلها روعه برضو. ده اللي ب 55؟ ده ب 55. تمام. بصوا جميل في ايديها ما شاء الله. عندي بقى حاجات مشكله، وفي برضو ده كده. بصوا ده عامل ازاي؟ ده اللي هو الصبعين. طب حركي ايدك عادي كده، انا ما جربتوش قبل كده، انا بنتحرك وبنتعامل بيه عادي. الدنيا عادي لذيذه خالص، ونفتح ونقفل والدنيا تمام. تمام ما شاء الله. بصوا يعني انا كنت بحسبه الاول اساور صغيره يعني، ما اعرفش انه خواتم. دي خواتم اكيد. حلو قوي. ده عامل 40 جنيه. 40. والحاجات بقى كده دي الشنطه، ختم الشنطه ده ده عامل 75. ده عامل 75 جنيه. ضمته مش بتروح. بص لا لا لا، ده مفيش. ده بص وين القوي ما شاء الله. ده عايز دبله تحتيه خطير، او لوحده والله هو قمر. بص برده الشغل ده مش ذهبي صريح، مش جولد صريح، ده درجه الجولد بتاعته برده شيك قوي. كل ده شغل شبه الذهب قوي. بالظبط كده. طيب في برده عندي الفراشه ده، بصي رقيق قوي، في حاجات كتير قوي من الحاجات دي. بصوا اهو مش نازله تليجرام، بس ان شاء الله على يوم السبت باذن الله في حاجات كتير هتنزل ان شاء الله باذن الله يا جماعه. بصي ده كمان ما شاء الله 55 كل ده. بسم الله ما شاء الله. انتوا لما تيجوا قولوا نانسي قيسي الحاجه في ايدك يا نانسي عشان تاخدوها، علشان ما شاء الله الحاجه لايقه في ايديها. بسم الله ما شاء الله، عقبال الذهب يا رب. امين يا رب، ادعوا لي. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، التشكيله تحفه. الاخضر ده انا اخدت المره اللي فاتت منه سلسله خطير، ده في منه الوان يعني، الاخضر ده وفي يعني منه الازرق. الاخضر بتاعه قمر يعني، عارفين انتوا الاخضر ده خطير، وفي منه كمان الازرق اهو حلو، والابيض بتاعه رائع. تصدقوا الحاجات دي بتخلص بسرعه جدا جدا. وفي حاجات، وفي عندنا شحن، وبرده شحن محافظات، وشحن وشحن جوه القاهره، عشان الحاجات دي تخلص بسرعه جدا. تمام حلو قوي. وفي عندي حاجه زي كده برده، ده فري سايز، ده توسعي فيه وتضيقي فيه براحتك. بصوا شانيل اهي، بتضيقه تمام. بتضيقوا فيه وتوسعوا فيه زي ما انتم عايزين، عشان الناس اللي بتبقى عايزه مقاسات. ده ب 45 جنيه. طيب وفي منه نازل قفل كده، ده نازل منه قفل كده برده حلو قوي. ممكن نعمل خصم عشان حضرتك. ايوه ممكن بدل 45 جنيه نحسبه ب 30 جنيه. انا بحب انا الخصومات دي. طيب في الخاتم اللي اسمها ايه؟ مسمار. ده خاتم المسمار ده، عندي خاتم مسمار في منه ساده. ايوه في منه بالسوس استراس زي كده بالظبط كده. هتحط لنا الاثنين جنب بعض. يا عمري بصوا بقى، بصوا الاثنين جنب بعض، والله الاثنين حلوين في ايدك. تحفه. بكام ده؟ او ده تسلمي.
50 جنيه. ده ب 50 وفي منه برده السيلفر والجولد في اللي هو استرس. صح كده. وفي عندي برده خواتم استانلس زي كده. ده خاتم برده استانلس. ده عامل زي المحبس. ما هو تحسيه هو دبله في محبس. تحسيه بصي يعني بصوا حلو قوي. تمام. ده بكام القمر ده؟ ده ب 40 جنيه بصوا. جميل. ده ب 40. ده احنا كنا بنحسبه ب 50 جنيه لما عشان حضرتك برده ونرجع لخصومات برده. ده هنحسبه ب 40 جنيه. ايوه كده حبيبتي انت كده. انت حبيبتي. بصوا الحاجات دي برده استانلس برده زيه زيها. ده استانلس ده مفتوح. في ناس بتاخده مفتوح كده وتلبسه مفتوح عادي. في ناس بتلبسه كده يبقى مبين صباعه عادي من النص. في ناس بتقفله على طول. وفي ناس بتقفله وفي ناس بتوسعه عادي جدا. احنا ممكن نوسعه مرن معانا يعني. مرن. تمام حلو قوي. ده برده ب 40 جنيه. بضرب برده الخصم اللي بتاع حضرتك ده ب 40 جنيه. هو ده عقل؟ لا ده ضفر. ضفر ده اسمه خاتم ضفر. اصل انا جيت يعني ما جاش على ولا صباعي يعني. ايوه هو كده. هو كده ضفر. هو اسمه خاتم ضفر. تمام. في منه الابيض وفي منه الاسود. جديده دي. كويس انك قلتي لي يعني. ما جاش معايا عقل خالص. ده ب 35 جنيه بدل 40 جنيه. ده ب 35 بدل 40. ده خطير. عجبني بس فظيع. بس مش عارفه يعني. هيبقى مريح في اللبس ولا لا؟ ما هيبقى مريح. عادي اهو. والدنيا تمام. تمام ماشي. ده ب 35. ب 35 بالظبط. طيب ايه تاني؟ في عندي الدبله دي. دي دبله استانلس. دبله عليها رسمه. دي عليها زي هنا الماركه بتاعتها كوين كده. بس هدا اهو اللي في ايدي اهو انا. تمام. بس بصوا عليها زي ايوه كوين كده. بس ده مقاسته تبدا من 9 يعني. مفيش 7 مفيش 8. دي جاي مقاسها كبيره بالظبط كده. هي باينه. هي دي حريمي يعني. دي حريمي. بس في حريمي بتبقى في ايديها مليانه كتير. فاحنا بتجيبنا لهم الحاجه دي لان في ناس مش لاقيه مقاساتها. طبعا بالظبط. هي دي الفكره. هيعملوا ايه؟ يلاقوا دبل هنا عند ميدو بالظبط كده. طب بكام القمر دي؟ دي عامله 50 جنيه. دي ب 50. تمام. استانلس عاملتها معاملتها زي الذهب. صابون كلور. الدنيا تمام. انا واخده من عندهم يا جماعه حاجات استانلس بتعامل بيها خطيره. برده انا بحب الحاجات السيمبل دي قوي. بصي كده. بصوا شايفين الحاجات السيمبل دي حاجات صغننه. وفي حاجات اطفال دباديب وحاجات برده قمر. الرفيع دي بكام؟ الرفيع دي ب 35 جنيه. ب 35. تمام ما شاء الله. طيب هنشوف ايه تاني هنا. انا شايفه يعني عالم الخواتم ده كتير. في ناس بتحب الحاجات الضخمه دي. بسم الله ما شاء الله. حلوه قوي. تمام. في حاجه برده عندي كده في فص برده يعني مش بس راس. بصي لما بنشيلها الدنيا بتظهر ازاي. اكيد طبعا يعني. بصوا انا لبست ده في انا ملاحظه ان انت ناسي حاجات في ايدك. الخاتم ده عامل 45. همشي 45. تمام. وفي الحاجات دي بقى. دي الحاجات ده ب 40 جنيه. في ده مثلا ده ب 20. ده ب 25. حلو قوي. 25. الحاجات اسعارهم دي كلها جميله. عايزه اقول لكم وزي ما احنا شايفين كده يا جماعه تشكيله الخواتم عندهم بجد رهيبه. في الصعبين ده قمر قوي. وفي اليد دي برده حلو قوي. في تشكيله حلوه. في الثعبان الكبير ده بالظبط برده خطير. الحاجات دي زي ما انا عندي فيها ذهبي. زي ما عندي فيها سيلفر. تمام. السيلفر اشكاله كتير قوي واشكاله حلوه قوي. في منه الهادي وفي منه الخفيف. ونفس الاسعار برده من عندك من 25 35 كده. تمام. من 25 35 45 بالظبط. 65 60 نفس الموديلات الجولد يا جماعه. في منها سيلفر وفي اكتر كمان يعني. في موديلات كمان يعني. احنا عندي كمان السيلفر اكتر من الذهبي. بتبقى اشكالها حلوه قوي. بصوا كده فيها فصوص زركون كتير جدا. والاشكال تحفه عندي. بصي يا بخلاص ده الاداء ده حلو قوي. ده جميل. طلعيه وانا قلنا بصي يا عينيا مسكوره حاجه كتير قوي في ايديا. استنى اقلعها. ايوه يا ريت عشان نعرف نشوف براحتنا كده. بصوا ابو فص ازرق ده فعلا حلو قوي. او خرز ازرق. وفي رفيع اللي تحت ده برده حلو. بصوا ده بس مقاساته صغيره. مقاساته معاكي من 7 8 كده يعني. هو مستحيل. انا مقاس 6 7. هو في 9. ده 8. ده مش 9. وريني كده من الجنب. هو ما فيهوش استرس خالص. هو شغله كله هادي. بالسيلفر اللي فيه حلو قوي. في ناس بتحب الاستراس وفي ناس بتحب الهادي. ده 30 جنيه. حلو قوي وتحفه. جميل ما شاء الله. عندي بتسيبي تمشي دبله ذهبي في فضي. في ناس بتحب الدبل اللي هي دي جميله. انا كان عندي منها. حلو قوي. حلوه يا جماعه جدا. بس بتحب الحاجات دي تمشي دبل. تقول لك انا ما بحبش الدبل الذهبي. انا بحب السيلفر جدا. بصوا في هنا حاجه شبيه الكوين برضو بس من الشغل كله من جوه استرس يعني كده اهو. بالظبط. في او بالغري يعني حلوه. جميله. طيب الحاجات دي بكام؟ دي برضو 30 جنيه. 30 في حاجات عندي 25 جنيه. الحاجات الرقيقه. في حاجات زي كده مثلا ب 25 بمشي. تمام. بتبقى لطيفه يعني. تمام. وفي حاجات رفنعه زي الرفنع ده. حاجات الرفنعه دي ممكن نمشيها 25 برضو. حلو قوي. بالسيلفر في تشكيله برضو قمر قوي على فكره. تشكيله كتيره وكبيره جدا. شايفين؟ جميله. وانا بهتم بيه قوي لان في ناس كتير بتيجي تقول لي احنا ما بنحبش الدهبي احنا بنحب السيلفر اكتر. تمام.
السلاسل دي بقى عايزه اقول لكم خطيره، لفتت نظري اول ما دخلت. يعني بصوا، يعني مثلا 81 اهي عليها كوين كده من فوق، تمام. شجع كل ال مش جايبين السن، مش قديم قوي يعني، ومش قديم قوي. انا بقولك 25 26 سنه. بصي اهو في 2009 برضو، في 2010 بتقولي 2010 برضو موجود، و97 و80 و81 و88، يعني حبايبنا الدفعه بتاعتنا دي كده موجوده. أيوة. طيب السلسله دي بكام؟ دي عامله 50 جنيه بس، وده 55 جنيه، ودي سيلفر وجولد. في سيلفر او في جولد؟ حلو قوي. جولد عشان بس بعيد عنها شويه. هوريكوا السيلفر قصدك؟ سيلفر اهي. السيلفر في سيلفر كتير برضو منها، تاني هتيجي برضو في التصوير. تمام. كمان معانا حلقان استانلس. تمام. الحلقان استانلس دي عامله 65 كلها. يعني انا امشي كده فوق تحت الاقي 65؟ بس لما تطلعي فوق بقى شويه في التكه، فوق اهو التكه ده، هجيبه استنى، عامل 55 هنا كده. 55 ها. هنجيب بصوا بقى عشان ما انتهش، هو في الشكل ده وفي شكل ورق اهو، مش عارفه ده فراشه تقريبا. تمام. كله اسود ده كده، كله اسود. في حاجات تانية برضه هتلاقيها ذهبي. ايوه في التصوير اهي. دي اهي برضه، دي ذهبي مش اسود بس كمان. عندي اشكال كتير قوي منها. تمام. دي عامله 55 جنيه. 55 حلقان التكه دي يا جماعه. بصوا كمان في منها فراشه، انا الفراشه عجباني قوي، وطبعا ده كمان حلو قوي. عايزه اقول كمان ان بصي بقى، في فراشه اهو السوداء، في زيها هنا سلسله لو حبينا ان احنا كمان دي السلسله نعمل طقم. السلسله دي اصلا نص طقم من غير ما نعمل طقم، معاها الحاله بتاعها فراشه جولد. يعني انت عايزه كده، عايزه كده، هتلاقي ده كمان بريمه، ده تكه. تمام. بصوا الانسيال ده شكله حلو قوي. الانسيال ده بص تحفه. ده في منه جولد. انا عاجبني، وحساس الايد هيبقى تحفه طبعا. يعني هي لما تحطه لنا في ايديها دلوقتي يبقى خطير. اول حاجه انا قلت لها افتحيه لي، قلت لها افتحيه لي، وبعد كده ايه، حطيه في ايدك، حطيه على ايدك بس كده. هو بيبقى كده اصلا. بيبقى ليه اللفه دي. هي بيبقى كده. صدق واخد مساحه حلوه من الايد. بسم الله ما شاء الله. بصوا جميل جدا، هو كله سيلفر ها. كله سيلفر، مفيش منه جولد. تمام. معانا السلسله برضو دي سيمبل قوي، بس عامله ازاي. معانا بقى الشكل الشانل و... دي بنسميها سلسله الفرفشه، لان بيبقى كلها من اول يعتبر نص الرقبه، يعني اول الرقبه لحد اخرها. لا بص، فيها شغل ولعب. في منها الكف قوي، منها العيون، وفي منها عيون كده، او مش عارفه بتسموها ايه، ورق شجر او شجره اهي. اشكالها كتير، يعني دي بنسميها سلسله الفرفشه. في شاليب كمان منها. تمام. استلس. استلس. مش ده صيني. دي عامله 100 جنيه. دي معانا ب 100، ما شاء الله خطيره. طيب نيجي بقى، دول ايه انسيالات؟ ده انسيال اسمه ظهر الحياه، طبعا مشهور جدا من غير ما اعرفه. ده عامل 45 جنيه. 45. تمام. ده خليه. ده عندي برده السلسله بتاعته، السلسله دي سلسله ظهر الحياه. سلسله ظهر الحياه برده خير، والسلسله موجود، والسلسله بنفس السعر 45 جنيه. دي خاصه بالاي 45 حاجة. والقمر بقى دي، دي اسمها سلسله حصيره. دي برده مختلفه. خلينا احط لكم الاثنين جنب بعض عشان تبقوا حاسين الفرق كده اللي انا اقصده. بصوا اهي، شايفين عامله ازاي؟ بس دي ظهر الحقيقه بيلمع شويه، دي لا، بس عايزه اقول لكم شيك قوي. هي زيها زي الدهب، ما تختلفش عنها بشيء. بانت اهي، خلاص حلو قوي. قلنا دي بكام؟ دي عامله 75 جنيه. الحصيره ب 75. الحصيره ب 75، وظهر الحقيقه. ظهر الحقيقه عامله 45 جنيه. وظهر الحقيقه 45. تمام. الثاني عندي برده الخلاخيل الفرفشه دي برده من اولها ال 30، مش انسيالات؟ لا لا، خلاخيل. يقدروا يمشوها برضه انسيالات، بس دي هي اصلا بالفعل خرخيل. تمام. دي من اولها لاخرها شغل، كلها شغل نازل. عامله ازاي؟ في منها برضه الخلخال العيون، شغل مختلف، نفس برضه نفس السلسله العيون. يعني في ناس بتمشيها نص طقم، خيل مع سلسله مش عارفه ايه، هكذا. بس هيبصوا تحت ويرجعوا يبصوا فوق. وفي احيانا ناس بتعملها انسيال، تاخد يعملوا انسيال. تعملها واحد في ايديها وواحد في رجليها وتاخد السلسله. تمام. دي في منها اشكال بصي ايديها حلوه قوي، خطير قوي. تمام. بصوا ده تحفه، حلو. وانا ده عاجبني العين. بصي ده في عيون وحاجات كده حلو قوي، وفي برده ورق الشجر ده برده حلو جدا، والله خطير فعلا. في حاجات جايه جميله جدا. طب ايه تاني؟ وفي عندي برده نص الطقم ده السلسله، ده حروف بقى. السلسله بالحلق ده حروف. تمام. في جي و اتش و ار و ام و ان، ناس تطلب ام و ان كتير. ده موجود برده عندي كتير بكميه. ده بكام؟ ده عامل 85 جنيه. طقم ده نص طقم كده ب 85. ده استانلس مش دهب صيني. تمام. بقيه الحلقات التكه يا جماعه موجوده فوق اهو، علشان اللي ما شافهاش. وعلى التليجرام هتلاقوا كل الشغل ده معروض بالتفصيل، واكيد هيبقى صوره اوضح من كده. الحاجات القمر، الفراشه القمر دي بقى فراشه ازرق وفراشه اسود وفراشه الوان طيف وفراشه بيتي يعني ولبني.
اشكال كتيره قوي واخضر يعني بص عشان مش هيحس الفرق بس هنا في فرق يعني ده افتح وده احمر اه عندي منهم ابيض خطيره الله حلوه الابيض دي خطيره جميله قوي دي عامله 75 جنيه 75 ده حلق بالسلسله بتاعته اه دي عامله عرض خلي بالك دي بدل 75 جنيه بدل كام بدل 85 سوري انا قلت 75 تمام اعذرني في برضه تمام السلسله الصليب دي عندي باشكال حلوه قوي ورهيبه عندي برضه بصي عامله ازاي تمام وفي اللي هي داخل فيها الوان دي اوكي بس اشكال بصوا كده قلنا كام دي عامله 75 جنيه بصوا ده اشكال 75 جنيه طيب. كل الاشكال دي كمان معاها الاشكال الهاديه دي برضه دي سلحفه دي ولا ايه دي مش سلحفه هي اكيد حاليها يعني هي قطعه ما اعتقد بالله ودنينا اهي انا مش عارفه بس انا مش عارفه عشان ما وصفهاش انا برضو مش عارفه انا مش شايفاها سلحفه بس هي في كل الاحوال اه هي شكلها حلو جدا طيب بصوا خليني اقول لكم ان دي بصوا عامله ازاي فيها فصوص كده اسود في حاجه برضو كده فيها اللولي الصغير ده شانيل لولي مع ستراس كده حلو قوي في الروز جولد دي برضو مختلفه جدا وشكلها حلو قوي دي كل الحاجات دي عامله 75 جنيه يعني مره حاجه كده شمس كده برده اه بصوا يا جماعه سلاسل رفيعة كده وعليهم بقى ايه الشغل بتاعهم هنا اشكال مختلفه 75 جنيه بالنسبه بقى للسلاسل السيلفر السنين السيلفر اهي في 1000 في 1900 تمام ما شاء الله كتير قوي دي برده 30 جنيه دي برده ده سلسله وانسيال لا سلسله وحلق دي سلسله دورين دورين اه سلسله دورين معاها الحلق بتاعها وهكذا كله كده اه بص دي تحفه قوي تمام وهكذا كله ده دي برضو دي جميله اللي شفنا منها الحلقه فوق دي عامله 100 جنيه دي معانا كل ده ستلس تمام آه الانسيالات الحروف برضو اللي في منها السلاسل يعني بصوا في سلسله حرف سلسله كبيره وعندي مع الانسيال بتاعها اه دي ب 85 85 الانسيال تمام إيه؟ بدل يعني دي 85 اللي احنا بنبيعها وعشان خاطر كده 75 جنيه هنشتريها 75 تسلمي وسلسله سلاسل 300 سلاسل 100 دول ايه بقى اساور دي الاساور دي اسوره الكف اه حلو قوي حلو قوي نازله كده وهي لابساها تمام دي عامله 140 دي 140 وفي منها المسمار وفي منها لا المسمار دي روز جولد روز جولد اه دي روز جولد وفي جولد برده موجوده منها وفي فردوني ولا طقم فردوني وعندي منها برده الطقم يعني بصوا ده طقم برده افتح وسطكم برده وشوفوه هما ثلاثه الروز جولد والجولد والسيلفر بصوا تلبسيهم مع بعض تلبسي كل واحده لوحدها هي بصراحه ساعه بقى براحتك شيك قوي هتبقى حلوه اه جميله بكام الطقم دي عامله 230 230 وايه اللي انت كنتي ماسكاها دي دي اسوره مغناطيس تمام دي تتفتح كده وتدخل ايديها طبعا وتقفل عليها تاني تبقى شكلها شيك قوي فيها فص كده فيها فص اه ما انا عماله ابص اشوف ايه مثلا مكتوب اسم براند او حاجه لا هي فيها فص صغير تمام برده جنب ساعه وجنب كل حاجه جميله بكام دي لوحدها دي عامله 85 جنيه 85 تمام معانا بقى الجزء ده كله برده استانلس سلاسل وانسيالات بالظبط كده اه تمام ده عايزه اوريهم الاشكال وقولي لي الاسعار واحنا شغالين بصي كده الاسعار اصلا بتبقى كده كده من 85 جنيه تمام هم طالعين لحد 135 او 140 جنيه دي كمان خصومات لما يجوا هنا مختلفة اه في خصومات كمان لما يجوا هنا تمام هيعملوا خصومات ان شاء الله الحاجة دي تحفة وعليها زيها زي الذهب بالظبط كلور ومية وصابون بس عايزه اقول لك عندكم اشكال حلوه قوي بص ده برده ودي تبقى نازله منه دلايه كده ها اه في منها اللي الناس بتحب الشغل جميل قوي اه اهو في منه مفتوح شغلي آه هو كله نازل دلايه واحده لا في اشكال ثانيه هي يعني عندك كده مثلا دي مثلا دلايه من نص دي دلايه من على الطرف دي بتبقى حلوه قوي فهي كلها نازله العين القلب وجوه اه هي قلب بس في برضو عندك الشنل ده تمام عندك برضو الفرزاتشي الفرزاتشي الاخضر ده حلو قوي عندك الدورين الانسيال دورين اه حاجه فراشات كده سلاسل دورين ودور واحد وعندي حاجه زي كده كل دي نازل منها لعاب الناس اللي بتحب الشغل ده اه بصوا ده برضو تحفه جميل الحاجات دي كلها زي ما قلت بتبتدي من 85 جنيه لحد 135 140 لحد 135 140 بصوا الاشكال تمام بصوا السلسله دي برده حلوه قوي ما شاء الله طيب السلسله دي خطيره بصوا عامله ازاي دي عامله 125 الخطيره اللي عجبتك دي 125 بس بسم الله ما شاء الله شايفين وفي عندي العين اللي هي خطيره دي دور واحد اه تحفه قوي
دي عامله 100 جنيه دي معانا ب 100 بس ما شاء الله تمام. تعالوا بقى نشوف بقيه التشكيل. في هنا برده تشكيل روز جولد موجود. ده روز جولد تمام. ده 75 جنيه 75. بصوا كل الاشكال دي كده كلها ب 75 جنيه. وهنا تمام إيه؟ بس دي دهب صيني مش استانلس. دهب صيني مش استانلس بالظبط كده. الاشكال كده كده ب 75 جنيه. ده عاملينها شكلها سمكه. بصوا في حاجه بتتحرك جوه واخدين بالكم عشان ايه الحاجات دي بتروشني اصلا. دول كده معمول عليهم خصومات. طيب والحاجات السيلفر القمر اللي فوق دي دي في منها بقى 85 95 75 تمام ما شاء الله. الحاجات دي اسعار تحفه وعاملين لها عروض. ده بقيه التشكيل تحت ولا ده حاجه ثانيه؟ اللي عندي بس دي سلسله. السلسله اللي هي الفضيه الساده. الساده اللي بتحط عليها حلوه. دي اصلا ساده لوحدها جميله. بكام دي؟ دي سلاسل استانلس فضيه زي ما قلت لهم. دي عامله 50 جنيه. بصوا في مقاسات مختلفة. في عريض في رفيع. بقى في كده في يعني الجنبين مختلفين. نصين كده. قلنا اصور يعني قلتي 50 60 45 60 تمام ما شاء الله. في عندي برضو الحلقين اللي هي الحلقين. تحفة. الاشكال كلها فظيعة. بصوا ده الحلقان شكلها حلو قوي. في منها مدلدل كده وفي منها ايه اللي هو اللي صغير مش كبير. بصي عندي حاجه زي كده بفراشه ده ب 85 جنيه. 85 ده ايه؟ فراشه ده بريمه دبله ولا بريمه. تمام. في عندي حاجات زي كده مثلا ب 100 تمام. وفي عندي مثلا حاجات ب 120. في عندي ده بقى اللي هما ثلاثه على بعض. الكارت على بعض ب 130 جنيه. ده ب 130 في الشكل ده. في اشكال كتير قوي منه ورا بعض كمان. في اشكال ورا بعض. اشكال حلوه قوي منهم الشكل ده. في اشكال حلوه قوي. 130 اي شكل فيهم تمام. بصوا الانسيالات دي كمان بسم الله ما شاء الله. في الفرزاتشي زي كده. وبصوا في ده الجولد الفاتح وفي ده الجولد الواضح. هتلاقوا روز جولد زي كده كوين. هتلاقوا تشكيله حلوه. في انسيال ساده خالص بقى. انت ممكن تجيبي فيه دلايه وتحطيها تمام. الله حلو ده مختلف. في منها دورين وفي منها ثلاث ادوار. بصي يعني ثلاث ادوار تمام. ده ثلاثه؟ ده ثلاث ادوار. دورين. الحاجات دي بقى اسعار معاكي مثلا ممكن 35 جنيه. يعني ده 35 ده كده 35. ده 30 ما شاء الله. ده استانلس ولا ذهب صيني؟ ذهب صيني. طب والحاجات اللي فوق؟ في 45 في 50. بصوا يا جماعه 45 و50 اشكال برضو حلوه قوي. طيب بصوا برضو سلاسل زي كده. بصوا عامله ازاي. ده سلسله صح ولا شداد؟ سلسله. تقريبا جنيه. دي حمصه. حمصه؟ دي فيونجا يعني بدي اوسعها وبتضيق. اقدر اعملها على رقبتي او اوسعها كده كده. احنا دايما الشغل عندنا بتخيله بنجدده يعني. ادينا بس الرايق الجامد ده فاضي عشان بنظبطه. عشان بتحطوا شغل جديد. بتحطوا شغل جديد. عشان كده هي بتقول هتلاقوا شغل جديد لما تيجوا. وفي عندي برضه حاجات زي كده. انسيالات زي كده. الفشام والفلاتير جورميت والنجمه. الحاجات دي كلها كده ب 50 جنيه. الحاجات دي كلها يا جماعه ب 50 بسم الله ما شاء الله. طيب بصوا الانسيالات دي برضو دي حاجات كبيره للي بيحبوا الشغل الكبير. وفي سيلفرات كده برضو تمام. بصوا مثلا الجرامات ده حلو قوي. انا بحب الشغل ده قوي. بكام القمر اللي في ايدي ده؟ ده عامل 75 جنيه. 75 والرفيع بتاعه ده 35. ده 35 والعريض قالت كام؟ 75 لان ده سنين شرجالي وحليمي. بس ده سيلفر السي اتش تمام. حلو قوي بس ما شاء الله. بصوا بقى الحلقان دي في منها الاسود اهو وفي منها الابيض. حلوين قوي على فكره ما شاء الله. الحلقه ده بكام؟ ده عامل 25 جنيه. 25. في كمان الشغل ده. بصوا الشغل ده مفتوح اهو. بص عامله ازاي. بتلبسي الحاجات اللي هي الكبيره واللي بتبقى مدلدله كده شكلها شيك قوي. دي بتبقى عامله فيها 35 جنيه. 35. وفي اشكال بقى اشكال كده. كتير بقى تمام. وفي كده منها العين مثلا زي كده. وفي العين زي كده تمام. وفي كده بصوا اشكالها تحفه قوي. شكل كتير ده كده. كتير ده اطفال. عندي برضو العين البريمه. الناس بتبقى خارمه مره واثنين وثلاثه بتبقى بتاخد الحاجات دي تمام. دول دلايات. انا بقى جينا جنب الدلايات. جنب الدلايات هو لسه بيتظبط عشان هو بس شكله مش قوي. لسه بنظبط الحاجات دي كلها تمام. دي في منها اسامي وفي منها ايات قرانيه وفي منها قلوب وفي منها شايفه عمر وفاطمه. هشوف حاجات كتير قوي. وهشوف احمد وهشوف اسامي. وفي حروف كمان تمام. في حاجات زرقاء زي كده او قميضي. في حاجات زرقاء زي كده. في اسامي كتير. بصي في اسامي كتير قوي. الناس بتحب الاسامي. وفي دي دلايات زرقاء.
حاجات اللي معاكي تدي من 15 20 جنيه مش فارقه بقى. تمام. وفي قرن الشطه على ابيض. قرن الشطه ده يعني معروف قوي. بص يا جماعه الحاجات شغاله جدا ومطلوبه جدا. وفي ناس ما بتحبش السلاسل المتركبه. هما بياخدوا دلايه مع السلسله الفاضي اللي احنا ورناها لهم في الاول خالص. ما عايزه اقول لكم انتوا ممكن تاخدوا دلايه صغيره زي كده مع اي انسيال، يعني دي عروسه ممكن تلاقوا اشكال تانية منها مع اي انسيال وهتبقى حلوه معاكم. بسم الله ما شاء الله بجد حلو قوي. ودول بكام؟ دي الواحده ب 35 جنيه. الواحده ب 35 ما شاء الله. احنا كده خلصنا يا نانسي. وزي ما في حاجات برده ممكن ما يلاقوهاش برده في التليجرام مش متصوره. في حاجات احنا لسه هنصورها وهننزلها في شحن لكل المحافظات. تمام. القاهره وجوه القاهره. وكل شاحن اهو عندنا وتمام. والدنيا لسه بنظبطها وفي شغل نازل جديد. الناس تفتكر ان بس الحاجات دي بس هي الموجوده. لا، في حاجات لسه نازله كتير جدا. وفي حاجات احنا بنتكل دايما على الستايلز. والحلقان الستانلس كل حاجه هنجددها لهم. تمام ما شاء الله. عايزه اقول لكم في بجد انا مش عارفه اقفل، يعني ده حلو قوي بسم الله ما شاء الله. وفي تشكيله كده رائعه بجد بسم الله ما شاء الله. تعبتك معايا يا نانسي. لا يستعبك روح وبس منورانا. وماما ان شاء الله كده هيجوا وهتعملوا خصومات عشان خاطرك. ربنا يحسن سوق الشغل كله يا رب باذن الله. واتبسطت قوي ان انا كنت معاكي. جميله يا نانسي تسلمي. بجد الفيديو كان مميز وانبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.